السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي مدونة أو قناة حبيب للمعلوماتيات. لقد عدنا إليكم والعود أحمد في موضوع جديد وهو سيل الحائرة، إذ يذهبون إلى الإمارات أم لا؟ هناك العديد من الجزائريين الذين يبحثون عن فرصة عمل في أماكن أخرى غير الجزائر، أو فرص أفضل في أماكن أخرى غير الجزائر. وعندما نذكر هذا الموضوع تظهر في الواجهة الإمارات المتحدة العربية. كما نعلم أن العديد من الجزائريين يحاولون الذهاب إلى الإمارات المتحدة العربية، أو إنهم ذهبوا. ما يجب أن تعرفه عن الإمارات المتحدة العربية بعد الفاصل ونواصل. عدنا إليكم أعزائي من جديد. حسنا، أول معلومة علينا أن نعرفها أن الإمارات المتحدة العربية بدون فيزا للجزائريين، أي أنها فيزا إلكترونية تشتريها ثم تشتري تذكرة الطائرة ثم تحلق مباشرة إلى الإمارات. ثاني شيء تحتاجه، إذا كنت في البداية مشوارك للذهاب إلى الإمارات تحتاج على الأقل بأضعف الإيمان من أجل إقامة شهر والبحث عن عمل في تلك الفترة 50 مليون دينار جزائري. نعم، 50 مليون سنتيم جزائري، لأنها عندما يتم تصريفها في الإمارات ستكون دراهم معدودة صدقوني، وستواجه مشكلات لأن الكراء في الإمارات المتحدة العربية غالي جدا. وأحيطكم علما أن الجزائريين أو العديد من الجزائريين هناك يقومون بتأجير سرير واحد، نعم سرير واحد، ويمكن أن يكون في الغرفة مع جنسيات مختلفة. بطبيعة الحال إذا تفاهمت مع 2 جزائريين أو 3 جزائريين يمكنكم أن تؤجروا غرفة مع بعضكم، إن لم تتفاهموا فأنت وحظك، ممكن أن يضعوك مع هنود أو مع إندونيسيين أو مع جنسيات أخرى أنت في غنى عنها، لأن هناك بعض الأمور لا نريد أن نذكرها. لأن على ما أظن أن كراء سرير واحد في الإمارات هو من 2000 درهم وما أكثر، أو أكثر، ممكن أن يكلفك للشهر بطبيعة الحال، يمكن أن تكلفك مبالغ معدودة. وأنصح نصيحة ثانية، عندما تذهبون إلى الإمارات وزعوا جهدكم، لا تأكلوا في الأماكن الباهظة لأنكم ستقضون على كل أموالكم. ابحثوا عن الأماكن الرخيصة هناك من أجل أن تقوم بحفظ أموالك لأقصى درجة وأنت تبحث عن عمل هناك. الروزمي أو السي في، أو كما يقولون السيرة الذاتية باللغة العربية، عليك أن تجهز سيرة ذاتية احترافية تأخذها معك من الجزائر إلى الإمارات تطابق المعايير الدولية في الاختيار. عندما تذهب إلى الإمارات وتضع أمورك جانبا فتذهب، لا تترك أي مكان، وزع سيرتك الذاتية على كل محلات شركات لا أدري الأمور تستوفيها. عند توزيع شهاداتك ممكن أن تتلقى اتصال أو ممكن أن تجد عمل، وهناك تجد العديد من الوكالات تبحث لك عن عمل. أنا لا أنصحك بها لأنها سكام، أو يمكن لها أن تسرق لك أموالك بدون فائدة أو بدون أن تجد لك أي عمل. حسنا، الأمر الثالث، ترجمة دبلوماتيك أو شهاداتك، ترجمهم من اللغة العربية إلى الإنجليزية لأنها دولة لغتها ثانية واللغة المتعلمون بها يتحدثون الإنجليزية. وزعت جهدك، اعرف أين تأكل، اعرف أين تضع سيرتك الذاتية في كل هذه الأمور، ويمكن أن المبلغ أن يكفيك شهرا كاملا بشرط أن تقتصد، الاقتصاد ثم الاقتصاد. يمكنك أن تضع خطة لمدة شهر 20 يوما تبحث عن عمل وترسل سيرتك الذاتية أو أشياء كهذه، أما 10 الأيام الأخيرة اجعلها للرفاهية أو
لا أدري، لاكتشاف البلد، لأنك إن لم تجد عمل بطبيعة الحال ستعود إلى الجزائر، لأن الأمور صعبة هناك، ليست كما الجزائر، لأنه عليك أن تعمل من أجل أن تأكل، وإن كنت بدون عمل يعني هذا أنك لن تأكل ولن تجد أي أحد يساعدك إلا من رحم ربي، لأن هناك يفكرون مثل الدول الكبيرة، لا يهم، الجميع يسعى من أجل الأموال، الجميع يسعى من أجل نفسه، ستجد نفسك في سباق أنت في غنى عنها. هذه نصائح للمتوجهين إلى الإمارات المتحدة العربية لأول مرة، أتمنى أن نكون أفدناكم، وإن كان لديكم أي سؤال لطرحه اتركه في التعليقات وسنجيبكم بكل سرور. نصيحة أخيرة، لا تختر العواصم من أجل الإقامة، لأن ستكون الكلفة هناك باهظة، اختر مكانا بعيدا قريبا عن العاصمة لتجد المكان الذي تقيم فيه رخيص قليلا، وهكذا يمكن أن تحتفظ بأموالك قليلا أو لمدة أطول. مع تحيات مدونة حبيب للمعلوماتيات، سلام الله عليكم، نشكركم، and God willing and peace.